بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن تقدر تبدأ يومك بلا خوف ولا تردد. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. Let's go. اليوم الفطور على البحر. بسم الله. الله يعطيهم العافية على الخدمة اللي قاعدين يقدمونها لنا. طبعا كل المطاعم اللي تشوفونها مجانا، اطلب طلبك اللي انت حاب. ستاربكس والطلب منه بلا حد، تقدر تطلب 50 مرة مجانا. اليوم ام النصر قالت نبي نسوي كبستنا السعودية في الريف التركي. قلت ما في مشكلة. قالوا لازم سوبر ماركت، يعني كذا كويس تقريبا. خذنا الخضروات، دجاجتهم ما شاء الله تشبع الحارة كلها كبار دجاجهم. حاولنا، محسوبكم يحبوا الصوصات، فحاولنا يعني ندور سومطرة ما عندهم، فحاولنا ناخذ شيء مشابه. قلنا لهم صوص سويت سبايسي، ما حاولنا ناخذ اللي نقدر عليه. الأغراض كلها صوصات. بسم الله. جينا في هالمكان المبروك على جال النهر. يا سلام. بسم الله. خلونا نحط الكولا بالثلاجة لين تخلص الكبسة. بسم الله. أيوة